سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني وأخواتي طلاب التعليم عن بعد في جامعة الدمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة 11 لمقرر تكنولوجيا المعلومات في الإدارة. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بالحديث عن تصنيف نظم مساندة القرار، ولكن قبل الحديث عن تصنيف نظم القرار خلينا نستعرض الأمور المهمة التي تم التعرض إليها في المحاضرة السابقة. في المحاضرة السابقة تم الحديث عن أنواع القرارات، أيضا تم الحديث عن التركيب العام لنظم مساندة القرارات، وأيضا تم الحديث بشكل مختصر عن أدوات تطوير نظم مساندة القرار. حكينا أنه عندما تكون المكونات اللازمة لاتخاذ القرار واضحة ومفهومة تماما يسمى القرار في هذه الحالة بقرار منظم، وفي هذه الحالة تكون القرارات المتاحة واضحة ويمكن تنفيذها في حدود الإمكانيات المتاحة للمنظمة، أي أن المعرفة المطلوبة لاتخاذ القرار في هذه الحالة تكون مباشرة وجاهزة للاستخدام. إذن عندما تكون المكونات اللازمة لاتخاذ القرار واضحة ومفهومة تماما يسمى القرار في هذه الحالة بقرار منظم، وفي هذه الحالة تكون الخيارات المتاحة واضحة ويمكن تنفيذها في حدود الإمكانيات المتاحة للمنظمة، أي أن المعرفة المطلوبة لاتخاذ القرار في هذه الحالة تكون مباشرة وجاهزة للاستخدام. أيضا غالبا ما تكون المكونات المطلوبة لاتخاذ القرار غير واضحة المعالم، بل أنه في كثير من الأحيان تكون بعض الخصائص غير معروفة بالمرة لمتخذ القرار. ما سبق هو عبارة عن توصيف للقرار الغير منظم. إذن عندما تكون المكونات المطلوبة لاتخاذ القرار غير واضحة المعالم فهو عبارة عن القرار غير المنظم. أيضا الخيارات المتاحة لاتخاذ القرار في هذه الحالة تكون غير محددة وصعبة المقارنة والتنفيذ بإمكانيات وأهداف المنظمة. أكثر من هذا قد تكون الخيارات نفسها صعبة الاستنتاج، بمعنى أن المعرفة المطلوبة لاتخاذ القرار غير متوفرة أو صعبة التجميع أو غير متكاملة أو مشكوك في صحتها أو أنها في صورة لا يمكن لصانع القرار استخدامها. إذن عندما تكون المكونات المطلوبة لاتخاذ القرار غير واضحة المعالم فهذا دلالة على نوع القرار الغير منظم، وهنا الخيارات المتاحة لاتخاذ القرار في هذه الحالة تكون غير محددة وصعبة المقارنة والتنفيذ بإمكانيات وأهداف المنظمة. أيضا قد تكون الخيارات نفسها صعبة الاستنتاج، بمعنى أن المعرفة المطلوبة لاتخاذ القرار غير متوفرة أو صعبة التجميع أو غير مكتملة أو مشكوك في صحتها أو أنها في صورة لا يمكن لصانع القرار استخدامها. مثال على القرار المنظم. إذا نظرنا للقرار المنظم الخاص باختيار خطة سفر للمتابعة الشهرية لمصنع موردنا، نجد أن الوجهة والفترة الزمنية وتواريخ السفر وحدود الميزانية للرحلة كلها تعتبر معايير الرحلة كلها معروفة مسبقا بشكل واضح. المتبقي لاتخاذ القرار هو فقط تحديد الأنسب من حيث التكلفة والأوقات لاختيار الأنسب. إذا هذا عبارة عن مثال للقرار المنظم، انه بحال انه في عندنا خطة سفر لمتابعة احد مصانع الموردين مثلا، بكون عندنا الواجهة والفترة الزمنية وتواريخ السفر وحدود الميزانية للرحلة كلها تعتبر معايير واضحة ومعروفة بشكل مسبق. المتبقي لاتخاذ هذا القرار هو فقط تحديد الانسب من ناحية الوقت المناسب والتكلفة المناسبة. محددات الاختيار بين الاحتمالات المختلفة يمكن تحديدها وتمييزها من خلال نظام مساندة القرار. أيضا نظام دعم القرار يمكن أن يحدد أولوية للاختيارات المختلفة بناء على معيار معين كانت عندنا في المثال السابق اللي هي التكلفة والزمن. إذا محددات الاختيار بين الاحتمالات المختلفة يمكن تحديدها وتمييزها من خلال نظام مساندة القرار،
وهنا نظام دعم القرار يمكن أن يحدد أولويات للاختيارات المختلفة بناء على معيار معين. مثال على القرار شبه المنظم، وهو قرار تحديد الكمية من منتج معين لطلبه من الموردين المختلفين. هون نظام مساندة القرار يقوم بحل هذه المشكلة بتوقع أفضل للاختيارات، وهنا متخذ القرار يستخدم هذه التوقعات مع المعرفة الجزئية المتوفرة لديه، مثل جودة المنتج لدى الموردين المختلفين وأوقات التسليم بالنسبة للموردين المختلفين وتأثير المنتج على المنتجات الأخرى للوصول إلى القرار النهائي. إذن مثال على القرار شبه المنظم، قرار تحديد الكمية من منتج معين لطلبه من الموردين المختلفين، وهون نظام مساندة القرار يقوم بحل هذه المشكلة بتوقع أفضل للاختيارات، وهنا متخذ القرار يستخدم هذه التوقعات مع المعرفة الجزئية المتوفرة لديه، مثل جودة المنتج لدى الموردين المختلفين وأوقات التسليم، تأثير المنتج على المنتجات الأخرى المطلوبة وصولا إلى القرار النهائي. مثال لقرار غير منظم، ذلك الخاص باختيار سياسة إنتاجية جديدة ومطورة لتغيير سياسة الإنتاج الحالية. هذا القرار قد يؤثر على إنتاجية المؤسسة ككل. هنا يستخدم نظام مساندة القرار سياسة ماذا لو لتحديد تأثير الخيارات المختلفة على المنظمة. كما يمكن لنظام دعم القرار أن يتصفح مصادر المعرفة الداخلية إما الموجودة عندنا في قواعد البيانات أو الخارجية لتحديد نتيجة تطبيق الحالة الغير معروفة مسبقا. إذا مثال لقرار غير منظم، ذلك الخاص باختيار سياسة إنتاجية جديدة ومطورة لتغيير سياسة الإنتاج الحالية. وهنا القرار قد يؤثر على إنتاجية المؤسسة ككل. وهنا يستخدم نظام مساندة القرار سياسة ماذا لو. إذن في هذه الحالة يستخدم نظام مساندة القرار سياسة ماذا لو لتحليل وتحديد تأثير الخيارات المختلفة على المنظمة. كما يمكن لنظام دعم القرار أن يتصفح مصادر المعرفة الداخلية والخارجية لتحديد نتيجة تطبيق الحالة الغير معروفة مسبقا. حكينا عن التركيب العام لنظم مساندة القرار، وقلنا انه بشكل عام يمكن توصيف مكونات نظم مساندة القرار الى 4 مكونات رئيسية. اولا نظام اللغات، وقلنا بنرمز له بالرمز LS language system، ونظام العرض presentation system، وبنرمز له بالرمز PS، ونظام المعرفة analysis system، وبنرمز له بالرمز KS، ونظام معالجة المشكلات problem processing system، وبنرمز له بالرمز PPS. وحكينا ان المكونات الثلاثة الاولى هي انظمة عرض. ايش هي المكونات الثلاثة الاولى؟ اللي هي نظام اللغات language system، ونظام العرض presentation system، ونظام المعرفة analysis system. اذا هذه المكونات الثلاثة هي عبارة عن انظمة عرض. اولا نظام اللغات LLS يحتوي الرسائل التي يمكن ان يستقبلها نظام مساندة القرار، ونظام العرض PPS يحتوي الرسائل التي يمكن ان يرسلها النظام. ايضا نظام المعرفة يحتوي المعرفة التي يخزنها ويكتسبها النظام. اذا نظام اللغات يحتوي الرسائل التي يمكن ان يستقبلها نظام مساندة القرار، نظام العرض يحتوي الرسائل التي يمكن أن يرسلها النظام، نظام المعرفة يحتوي المعرفة التي يخزنها ويكتسبها النظام. وهذول يا جماعة مهمين. إذن للأهمية، نظام اللغات LLS يحتوي الرسائل التي يمكن أن يستقبلها نظام مساندة القرار، ونظام العرض PS يحتوي الرسائل التي يمكن أن يرسلها النظام، ونظام المعرفة KS يحتوي المعرفة التي يخزنها ويكتسبها النظام. ايضا هذه المكونات الثلاث بمفردها لا يمكن ان تفعل شيء. ليش؟ لانها انظمة عرض، حيث انها فقط تعرض معرفة سواء على شكل صورة او على شكل صورة رسائل مقبولة او رسائل مرسلة او على صورة معرفة مجمعة بشكل ما. ايضا ما تحتويه المكونات الثلاث الاولى
يتم استخدامه بواسطة نظام معالجة المشكلات البي بي اس، والذي يعتبر المكون النشط في نظام دعم القرار Decision Support System Software Engine. كما هو واضح من الاسم، يساعدنا نظام معالجة المشكلات البي بي اس على تحديد وحل المشكلات أثناء عملية اتخاذ القرار. إذن ما تحتويه المكونات الثلاث الأولى يتم استخدامه بواسطة نظام معالجة المشكلات. إيش هي المكونات الثلاث الأولى؟ نظام اللغات، نظام العرض، نظام المعرفة. البي بي اس يعتبر المكون النشط في نظام دعم القرار. أيضا يساعد البي بي اس اللي هو نظام معالجة المشكلات على تحديد وحل المشكلات أثناء عملية اتخاذ القرار. حكينا انه هذا هو عبارة عن الشكل العام كويس لنظم مساندة القرار، او للمكونات اللي بيحتويها نظم مساندة القرار. عندنا الاس اللي هو نظام اللغات Anonymous System، وعندنا البي اس اللي هو نظام العرض، وعندنا البي بي اس اللي هو نظام معالجة المشكلات، وعندنا الكي اس اللي هو Analyze System. وحكينا انه الثلاث الاس والبي اس والكي اس هي عبارة عن انظمة عرض، والبي بي اس هو اللي بيتحكم مثل ما حكينا يقوم على تحديد وحل المشكلات اثناء عملية اتخاذ القرار. باستخدام قدراته على اكتساب المعرفة، يجمع البي بي اس اللي هو نظام معالجة المشكلات المعرفة المطلوبة عن ما يحتاجه المستخدم من النظام او عن ما يدور في العالم الخارجي. هذه المعرفة تنقل من خلال رسائل نظام اللغات إلى الأس، والتي تحمل طلبات المستخدم أو ملاحظات النظام. يمكن أيضا لنظام معالجة المشكلات الـ PPS أن يستخدم محتويات نظام المعرفة في تجميع المعرفة. هذا التجميع للمعرفة يدفع نظام معالجة المشكلات الـ PPS لكي يقوم بتفعيل قدراته عندما يرسل طلب من المستخدم لحل مشكلة ما. يتم تفعيل عملية اختيار وتوزيع المعرفة حسب المشكلة المعطى. إذن باستخدام قدراته على اكتساب المعرفة، يجمع الـ PPS المعرفة المطلوبة عن ما يحتاجه المستخدم من النظام أو عن ما يدور في العالم الخارجي. هذه المعرفة تنقل من خلال رسائل نظام اللغات الألس، والتي تحمل طلبات المستخدم أو ملاحظات النظام. أيضا يمكن لنظام معالجة المشكلات الـ PPS أن يستخدم محتويات نظام المعرفة الـ KS في تجميع المعرفة. هذا التجميع للمعرفة يدفع نظام معالجة المشكلات لكي يقوم بتفعيل قدراته عندما يرسل طلب من المستخدم لحل مشكلة ما. وهنا يتم تفعيل عملية اختيار وتوزيع المعرفة حسب المشكلة المعطاة أو حسب ظاهرة الدراسة. أيضا يقوم نظام معالجة المشكلات الـ PPS باستدعاء أو استنتاج المعرفة المطلوبة لتكوين الحل. بناء على طلب المستخدم يكون القرار باستخدام المعرفة المتواجدة بالفعل في نظام المعرفة، أو إنتاج معرفة جديدة جزئية يتم تخزينها أيضا في نظام المعرفة اللي هو Analyze System، واللي بنرمز له بالرمز KS. إذن يقوم نظام معالجة المشكلات باستدعاء أو استنتاج المعرفة المطلوبة لتكوين الحل. بناء على طلب المستخدم يكون القرار باستخدام المعرفة المتواجدة بالفعل في نظام المعرفة، أو إنتاج معرفة جزئية جديدة يتم تخزينها أيضا في نظام المعرفة حتى يمكن استخدامها في العمليات اتخاذ القرار اللاحقة. أيضا التركيب البسيط السابق اللي هو التركيب العام للديجيتال سبورت سيستم يمكن تطبيقه على كل نظام مساندة القرار. لبناء نظام مساندة القرار يجب أن يعرف المستخدم أن يعرف المستخدم عن الطلبات التي يجب أن تتوفر في نظام اللغات الألس، وردود الأفعال ممكن تواجدها في نظام العرض، والمعرفة المتوفرة في نظام المعرفة، وقدرات تفعيل المعرفة المتواجدة في نظام معالجة المشكلات. إذن التركيب البسيط السابق يمكن تطبيقه على كل نظم مساندة القرار، ولبناء نظم مساندة القرار يجب أن يعرف المستخدم عن الطلبات التي يجب أن تتوفر
في نظام اللغات وردود الأفعال الممكن تواجدها في نظام العرض والمعرفة المتوفرة في نظام المعرفة وقدرات تفعيل المعرفة المتواجدة في نظام معالجة المشكلة. أدوات تطوير نظم مساندة القرار. أدوات التطوير أساسية في بناء نظم مساندة القرار. الأدوات التي يتم اختيارها لعملية التطوير والبناء النظام تؤثر بقوة الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها نظام مساندة القرار. إذن أدوات التطوير أساسية في بناء نظام مساندة القرار، والأدوات التي يتم اختيارها لعملية التطوير والبناء لنظام مساندة القرار تؤثر بقوة في الإمكانات التي يمكن أن يقدمها نظام مساندة القرار للمستخدم. أيضا كل أداة يمكن استخدامها في تقنية أو أكثر لإدارة المعرفة. مثلا من الأدوات المستخدمة النصوص، الجداول، قواعد البيانات. من ناحية أخرى يمكن لتقنية إدارة المعرفة أن تفعل باستخدام عدة أدوات، لذلك يمكن تقسيم أدوات التطوير حسب التقنيات التي تفعلها. أداة الجداول تفعل تقنية الجداول في إدارة المعرفة. أداة قواعد البيانات قد تفعل تقنية قواعد البيانات في إدارة المعرفة، وهكذا. أيضا هذه الأدوات يمكن أن تلعب أدوار مختلفة في تطوير وبناء نظم مساندة القرار. مثلا أداة الجداول إكسل سوفتوير تخدم كبي بي أس في نظام مساندة القرار، وفي هذه الحالة فإنها تزود بالأس والبي أس اللي هي نظام العرض والنظام اللغة. في هذه الحالة يكون تطوير نظام مساندة القرار هو مسألة عرض المعرفة المتواجدة في نظام المعرفة بشكل يمكن للأداة أن تتعامل. أيضا لا تحتاج هذه الأدوات لبرمجة مسبقة لنظام معالجة المشكلة، وتستخدم من قبل الأشخاص غير المتخصصين لبناء أنظمة مساندة القرار الخاصة بهم. أيضا في المحاضرة السابقة، في المحاضرة الثانية، تحدثنا عن المعرفة واتخاذ القرار. اليوم خلينا نذكر سوا أنواع المعرفة لأنه راح تكون مهمة في المحاضرة الحادية عشر. وحكينا إنه استكمالا للتعريف الكلاسيكي للقرارات، هناك وجهة نظر، هناك وجهة النظر المعتمدة على المعرفة والتي تعرف القرار بأنه جزء من المعرفة توجه للفعل المفروض تنفيذه، وهنا القرار يمكن أن يكون معرفة وصفية. إذن استكمالا للتعريف الكلاسيكي للقرارات، هناك وجهة النظر المعتمدة على المعرفة والتي تعرف القرار بأنه جزء من المعرفة توجه للفعل المفروض تنفيذه. القرار يمكن أن يكون معرفة وصفية. أيضا يمكن أن ينظر للقرار على أنه جزء من معرفة إجرائية تتضمن توصيل خطوة بخطوة لكيفية تنفيذ شيء ما. إذا يمكن أن ينظر للقرار على أنه جزء من معرفة إجرائية، والمعرفة الإجرائية تتضمن توصيل خطوة بخطوة لكيفية تنفيذ شيء ما. وهذا كان عبارة عن مثال أنه حدد البلد التي تتمتع بأفضل تركيب ضريبي، حدد الأماكن التي تحتوي قوى العمل الأفضل داخل البلد، قم بزيارة هذه الأماكن لتحديد الموارد المناسب داخلها، حدد مكان المصنع الجديد بأفضل وسائل الانتقال. وهذا كل المثال عبارة عن معرفة إجرائية، وهو واحد من مجموعة مختلفة من القرارات الممكن. إذن مثال على المعرفة الإجرائية، مثلا حدد البلد التي تتمتع بأفضل تركيب ضريبي، حدد الأماكن التي تحتوي قوى العمل الأفضل داخل هذا البلد، قم بزيارة هذه الأماكن لتحديد الموارد المناسبة داخلها، حدد مكان المصنع الجديد بأفضل وسائل الانتقال. مثل ما حكينا سابقا إنه المعرفة الإجرائية تتضمن توصيف خطوة بخطوة لكيفية تنفيذ شيء ما. في هذا المثال كان كيف ممكن أن نحدد مكان المصنع الجديد بأفضل وسائل الانتقال. حتى نحدد هذا المكان في عندنا مجموعة من الخطوات لازم نمشي عليها بشكل متسلسل ومرتب. أيضا عند التعامل مع القرار على أنه جزء من المعرفة، فإن صنع القرار
يعتبر استنتاج، يعتبر استنتاج معرفة جديدة لم تكن موجودة من قبل بالاعتماد على معرفة موجودة مسبقا. ونحن هنا نصنع معرفة جديدة عن طريق نقل أو جمع أجزاء من معرفة موجودة أصلا. إذن عند التعامل مع القرار على أنه جزء من المعرفة، فإن صنع القرار يعتبر استنتاج، يعتبر استنتاج معرفة جديدة لم تكن موجودة من قبل بالاعتماد على معرفة موجودة مسبقا. وهنا نحن نصنع معرفة جديدة عن طريق نقل أو جمع أجزاء من معرفة موجودة أصلا. أيضا نظام مساندة القرار هو نظام يساعد في عملية التصنيع تماما مثل الماكينات التي تساعد على إنتاج سلع مفيدة، لكن هون عملية التصنيع عملية صنع القرار المناسب أو صنع أو اختيار البديل الأفضل من بين البدائل المطروحة كحل. أيضا القرار الناتج يمكن أن يكون مفيدا في صنع قرارات جديدة. إذا نظام مساندة القرار هو نظام يساعد في عملية التصنيع تماما مثل الماكينات التي تساعد على إنتاج سلع مفيدة، ولكن هنا والقرار الناتج يمكن هنا يمكن أن يكون مفيدا في صنع قرارات جديدة. إذا نظام مساندة القرار بيساعدنا بعملية هي تصنيع القرارات، وكمان اختيار القرار الأفضل من بين القرارات المطروحة كحل. من ناحية أخرى القرار يمكن أن يقسم المعرفة إلى ثلاث أنواع: عندنا وصفية، إجرائية، مسببة. كل من هذه الأنواع يمكن أن يظهر بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء عملية اتخاذ القرار، ويتم هذا من خلال تقنيات حاسوبية مختلفة. إذا من ناحية القرار يمكن أن تقسم المعرفة إلى ثلاث أنواع: معرفة وصفية، معرفة إجرائية، ومعرفة مسببة. كل من هذه الأنواع يمكن أن يظهر بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء عملية اتخاذ القرار، ويتم هذا من خلال تقنيات حاسوبية مختلفة. المعرفة التي تصف حالة شيء ما تسمى بالمعرفة الوصفية، وتسمى بين المتخصصين بالبيانات أو المعلومات، وهي تحتوي وصف حالات الماضي والحاضر والمستقبل والحالات الافتراضية. وهنا صانع القرار يحصل على المعرفة الوصفية من خلال الملاحظات الobservation، ويتم استنتاجها من خلال نقل أو تجميع معرفة موجودة مسبقا. إذن المعرفة التي تصف حالة شيء ما تسمى بالمعرفة الوصفية، وتسمى بين المتخصصين بالبيانات أو المعلومات، وهي تحتوي وصف حالات الماضي والحاضر والمستقبل والحالات الافتراضية. وهنا صانع القرار يحصل على المعرفة الوصفية من خلال الملاحظات، ويتم استنتاجها من خلال نقل أو تجميع معرفة موجودة مسبقا. أيضا المعرفة التي تصف كيف يتم فعل شيء معين تختلف عن تلك التي تخص الحالة، لأنها تهتم بخطوات الإجراء لإتمام وظيفة معينة. هذا النوع من المعرفة يدعى بالمعرفة الإجرائية. عندما يستخدم متخذ القرار معرفة إجرائية أكثر وأفضل، فإن متخذ القرار يكون أكثر احترافية. إذن المعرفة التي تصف كيف يتم فعل شيء معين تختلف عن تلك التي تخص الحالة، لأنها تهتم بخطوات الإجراء لإتمام وظيفة معينة. هذا النوع من المعرفة يدعى بالمعرفة الإجرائية. وعندما يستخدم متخذ القرار معرفة إجرائية أكثر وأفضل، فإن متخذ القرار يكون أكثر احترافية. المعرفة المسببة توصف الناتج من حدوث حالة معينة، مجموعة قواعد، سياسة التعامل مع العملاء، قوانين، وصف تغييرات المناخ، والقوانين المستخدمة لتمييز مسببات حالات معينة، كلها أمثلة لهذا النوع من المعرفة. إذن المعرفة المسببة توصف الناتج من حدوث حالة معينة. أيضا بتجميع أجزاء المعرفة المسببة يمكننا الوصول إلى استنتاجات منطقية وتحسينها بالبحث عن مسببات أخرى. هذه العملية تدعى Drawing Inferences. المعرفة المسببة التي تنتج التفاعل يمكن استنتاجها من خلال صانع القرار.
في كل الحالات يكون صانع القرار أفضل وأكثر دقة باستخدام معرفة أكثر دقة، وفي هذه الحال يقال أن صانع القرار أكثر خبرة. إذن بتجميع أجزاء المعرفة المسببة يمكننا الوصول إلى استنتاجات منطقية ويتم تحسينها بالبحث عن مسببات أخرى. أيضا المعرفة المسببة التي تنتج التفاعل يمكن استنتاجها من خلال صانع القرار. في كل الحالات يكون صانع القرار أفضل وأكثر دقة باستخدام معرفة أكثر دقة، وفي هذه الحال يقال أن صانع القرار أكثر خبرة واحترافية. المعرفة الإجرائية توضح كيف يتم العمل. المعرفة الوصفية توضح ماذا يجب أن ينفذ لإتمام العمل. أما المعرفة المسببة فتوضح لماذا يتم استخدام الأسلوب المفترض للتنفيذ. إذن المعرفة الإجرائية توضح كيف يتم العمل، المعرفة الوصفية توضح ماذا يجب أن ينفذ لإتمام العمل، أما المعرفة المسببة فتوضح لماذا يتم استخدام الأسلوب المفترض للتنفيذ. طيب، الآن نأتي للحديث عن تصنيف نظم مساندة القرار. يمكن تصنيف نظم مساندة القرار بأشكال مختلفة، حيث أن التصنيف يمكن أن يتم بناء على استراتيجيات إدارة المعرفة المستخدمة. كثيرا ما يتم التركيز على استراتيجية واحدة، ولكن أحيانا يتم دمج عدة تقنيات، يعني عدة استراتيجيات. كما يمكن تصنيف نظم مساندة القرار بناء على اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence من عدم. كما يمكن تصنيفها أيضا من حيث عدد المشاركين في القرار، سواء كان مشارك واحد أو عدة مشاركين. إذن يمكن تصنيف نظم مساندة القرار بأشكال مختلفة، حيث أن التصنيف يمكن أن يتم بناء على استراتيجيات إدارة المعرفة Knowledge Management Techniques المستخدمة عندنا. وأيضا كثيرا ما يتم التركيز على استراتيجية واحدة، ولكن أحيانا يتم دمج عدة تقنية. أيضا يمكن تصنيف نظم مساندة القرار بناء على اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي من عدمه. كما يمكن تصنيفها أيضا من خلال أو من حيث عدد المشاركين في القرار، سواء كان مشارك واحد أو عدة مشاركين. إذن التصنيف المعتمد على تكنولوجيا أداة المعرفة، أولا نظم مساندة القرار الموجه للنصوص Text Oriented Business Support Systems، نظم مساندة القرار الموجه لقواعد البيانات، نظم مساندة القرار الموجه للجداول، نظم مساندة القرار الموجه لحل المشكلات، أيضا نظم مساندة القرار الموجه للقوانين. إذن نظم مساندة القرار الموجه للنصوص أول تصنيف، ثاني تصنيف نظم مساندة القرار الموجه لقواعد البيانات، الثالث نظم مساندة القرار الموجه للجداول، الرابع نظم مساندة القرار الموجه لحل المشكلات، الخامس نظم مساندة القرار الموجه للقوانين. نظم مساندة القرار الموجه للنصوص. لعقود طويلة اعتمد متخذو القرار على محتويات الكتب والموسوعات ومخازن النصوص كمادة خام للمعرفة لاتخاذ القرار، حيث أن المعرفة داخل النص قد تكون وصفية كوصف مجموعة من الخيارات المتاحة لقرار مشابه في الماضي أو وصف نشاطات الأعمال لمنظمة ما. كما يمكن للمعرفة أن تكون إجرائية كنص يحتوي كيفية حساب توقعات الطقس أو كيفية استخلاص معرفة مطلوبة. كما يمكن أن يحتوي النص على معرفة مسببة مثل تحديد الأفكار الغير مرغوبة. أيا كان نوع المعرفة يقوم متخذ القرار بالبحث والاختيار خلال النص ليصبح أكثر معرفة لمحاكاة الأفكار أو لتأكيد التوقعات. إذن لعقود طويلة اعتمد متخذو القرار على محتويات الكتب والموسوعات ومخازن النصوص كمادة خام للمعرفة لاتخاذ القرار، حيث أن المعرفة داخل النص قد تكون وصفية كوصف مجموعة من الخيارات المتاحة لقرار مشابه في الماضي أو وصف نشاطات الأعمال لمنظمة ما. كما يمكن للمعرفة أن تكون إجرائية، يعني معرفة إجرائية كنص يحتوي كيفية حساب توقعات الطقس أو كيفية استخلاص معرفة مطلوبة. كما يمكن أن يحتوي النص
على معرفة مسببة مثل تحديد الأفكار الغير مرغوبة أيا كان نوع المعرفة، حيث أن متخذ القرار يقوم بالبحث والاختيار خلال النص ليصبح أكثر معرفة لمحاكاة الأفكار أو لتأكيد التوقعات. مع بداية الثمانينات من القرن الماضي تم استخدام إدارة النصوص بشكل أساسي لعرض ومعالجة النصوص، على الرغم أن استخدامها الأساسي كان في الأعمال المكتبية إلا أنها يمكن أن تستخدم بواسطة متخذي القرار. إذن مع بداية الثمانينات من القرن الماضي تم استخدام إدارة النصوص بشكل أساسي لعرض ومعالجة النصوص، على الرغم أن استخدامها الأساسي كان في الأعمال المكتبية إلا أنها يمكن أن تستخدم بواسطة متخذي القرار. وهنا يحتوي نظام المعرفة الكأس اللي حكينا عنه سابقا من خلال هذا النوع على نصوص ذات أهمية لصانع القرار، بتساعد صانع القرار على الحصول على المعرفة، الحصول على الأفكار اللي بتساعده على اتخاذ القرار المناسب. أيضا نظام معالجة المشكلات PPS يحتوي على برمجيات تقوم بالتفاعل مع النصوص المخزنة. كيف ممكن صانع القرار يصل لهاي النصوص؟ من خلال نظام معالجة المشكلات اللي بيحتوي على برمجيات تقوم بالتفاعل مع النصوص المخزنة، كما يمكن أن يحتوي على برمجيات تساعد المستخدم لإنشاء طلبات محددة. أعيد، مع بداية الثمانينات من القرن الماضي تم استخدام إدارة النصوص بشكل أساسي لعرض ومعالجة النصوص، على الرغم أن استخدامها الأساسي كان في الأعمال المكتبية إلا أنها يمكن أن تستخدم بواسطة متخذي القرار. أيضا يحتوي نظام المعرفة الكأس من خلال هذا النوع على نصوص ذات أهمية لصانع القرار. وهنا نظام معالجة المشكلات يحتوي على برمجيات تقوم بالتفاعل مع النصوص المخزنة، كما يمكن أن يحتوي على برمجيات تساعد المستخدم لإنشاء طلبات محددة. يحتوي نظام اللغات الألأس على طلبات للعمليات المتاحة، كما يمكن أن تحتوي على طلبات تساعد المستخدم على طلب المساعدة فيما يخص كيفية تشغيل نظام مساندة القرار. أيضا PPS يحتوي على صور للنصوص المخزنة بالإضافة لرسائل تساعد متخذ القرار على استخدام نظام مساندة القرار. إذن يحتوي نظام اللغات الألأس على طلبات العمليات المتاحة، كما يمكن أن تحتوي على طلبات تساعد المستخدم على طلب المساعدة فيما يخص كيفية تشغيل نظام مساندة القرار. وهنا PPS يحتوي على صور للنصوص المخزنة بالإضافة لرسائل تساعد متخذ القرار على استخدام نظام مساندة القرار. إذا تم بناء نظام مساندة القرار باستخدام استراتيجية تدعم النصوص التشعيبية الهايبر تكست، فإن كل جزء من المعرفة الموجودة داخل اللي هي الكأس يتم ربطها بالأجزاء الأخرى المرتبطة بها بشكل منطقي وبشكل مرتب ومنتظم. في هذه الحالة تستخدم خصائص إضافية في نظام معالجة المشكلات تسمح للمستخدم أن يتتبع الروابط. أيضا أثناء تتبع الروابط يقوم نظام معالجة المشكلات PPS بنقل التحكم من رابط إلى الرابط التالي، ويستمر التتبع حتى الوصول للجزء المطلوب. إذن إذا تم بناء نظام مساندة القرار باستخدام استراتيجية تدعم النصوص التشعيبية الهايبر تكست، فإن كل جزء من المعرفة الموجودة داخل الكأس يتم ربطها بالأجزاء الأخرى المرتبطة بها بشكل منتظم وبشكل منطقي. وفي هذه الحالة تستخدم خصائص إضافية في نظام معالجة المشكلات تسمح للمستخدم أن يتتبع الروابط. أيضا أثناء تتبع الروابط يقوم نظام معالجة المشكلات PPS بنقل التحكم من رابط إلى الرابط التالي، ويستمر التتبع حتى الوصول للجزء المطلوب.
ما يميز استخدام هذا الأسلوب اللي هو نظام مساندة القرار الموجه للنصوص هو التعامل مع النصوص التشعيبية، حيث أنه يساعد المستخدم على تتبع الكثير من الروابط وإجزاء النصوص التي من الصعب على المستخدم أن يتتبعها أو يتذكرها دون وجود نظام مساندة القرار. وعندنا الشبكة العنكبوتية نجد بها الكثير من الأمثلة على النصوص التشعيبية. إذن ما يميز استخدام هذا الأسلوب اللي هو نظام مساندة القرار الموجه للنصوص هو التعامل مع النصوص التشعيبية، حيث أن هذا النظام يساعد المستخدم على تتبع الكثير من الروابط وأجزاء النصوص التي من الصعب على المستخدم أن يتتبعها أو يتذكرها دون وجود نظام مساندة القرار. ومثال عليها الشبكة العنكبوتية نجد بها الكثير من الأمثلة على النصوص التشعيبية. الآن نأتي للحديث عن نظم مساندة القرار الموجه لقواعد البيع. حالة خاصة أخرى من نظم مساندة القرار هي تلك النظم التي تعتمد على قواعد البيانات داتابيس في إدارة المال، حيث أن هذه النظم تساعد متخذي القرار على تتبع المعرفة بدقة واستدعائها. بشكل عام تكون المعرفة في هذا النوع من الأنظمة غالبا من النوع الوصفي، وعادة ما تكون بكميات كبيرة. وهنا مجموعة الملفات التي يحتويها الكيأس تدعى قاعدة بيانات. إذن حالة خاصة أخرى من نظم مساندة القرار هي تلك النظم التي تعتمد على قواعد البيانات داتابيس في إدارة المعرفة، حيث أن هذه النظم تساعد متخذي القرار على تتبع المعرفة بدقة واستدعائها. وبشكل عام تكون المعرفة الموجودة في هذا النوع من الأنظمة غالبا من النوع الوصفي، وعادي ما تكون بكميات كبيرة. وهنا مجموعة الملفات التي يحتويها الكيأس تدعى قاعدة البيانات. أيضا يحتوي البي بي أس على ثلاث أنواع من البرمجيات. أولا نظام تحكم بقاعدة البيانات Database Control System، نظام معالجة التساؤلات التفاعلي Interactive Query Processing System، أنظمة خاصة لمعالجة بناء الطلبات Custom Built Processing System. أحد الاثنين الآخرين وليس كلاهما يمكن تجاهله، يعني ممكن أنه إحنا نستخدم نظام معالجة تساؤلات تفاعلي وممكن أنه إحنا نستخدم اللي هي أنظمة خاصة لمعالجة بناء الطلبات. واحد منهم ممكن أن نتجاهله، بس الاثنين سواء مستحيل. يعني هنا البي بي اس ما راح تقوم بالدور الموكل لها فعليا. اذا يحتوي البي بي اس على ثلاث انواع من البرمجيات: نظام تحكم بقاعدة البيانات Database Control System، نظام معالجة التساؤلات التفاعلي Interactive Query Processing System، انظمة خاصة لمعالجة بناء الطلبات. أحد الاثنين الآخرين اللي هم نظام معالجة التساؤلات التفاعلي أو أنظمة خاصة لمعالجة بناء الطلبات ممكن إنه إحنا إيش نجح. نظام التحكم في قواعد البيانات يحتوي على قدرات للتفاعل مع محتوى وتركيب قاعدة البيانات، يعني في ميزات بتساعد هذا النظام على التعامل مع محتويات طريقة تركيب قواعد البيانات. هذه القدرات تستخدم بواسطة نظام معالجة التساؤلات التفاعلي وأنظمة بناء الطلبات لكي تتمكن هذه الأنظمة من تحقيق طلبات المستخدم. إذن نظام التحكم في قواعد البيانات يحتوي على قدرات للتفاعل مع محتويات وتركيب قاعدة البيانات. هذه القدرات تستخدم بواسطة نظام معالجة التساؤلات التفاعلي وأنظمة بناء الطلبات لكي تتمكن هذه الأنظمة من تحقيق طلبات المستخدم. أيضا نظام معالجة التساؤلات يمكن أن يتفاعل مع أنواع قياسية محددة من الطلبات لاستعراض البيانات أو المساعدة. هذه الطلبات تتم بواسطة لغات تساؤلات Query Language وتكون جزء من نظام مساندة القرار. إذن نظام التحكم في قواعد البيانات يحتوي على قدرات للتفاعل مع محتوى وتركيب قاعدة البيانات.
هذه القدرات أو هذه الميزات تستخدم بواسطة نظام معالجة التساؤلات التفاعلي وأنظمة بناء الطلبات لكي تتمكن هذه الأنظمة من تحقيق طلبات المستخدم. أيضا نظام معالجة التساؤلات يمكن أن يتفاعل مع أنواع قياسية محددة من الطلبات لاستعراض البيانات أو المساعدة. هذه الطلبات تتم بواسطة لغات تساؤلات Query Language وتكون جزء من نظام مساندة القرار. إذن نظام التحكم في قواعد البيانات يحتوي على قدرات للتفاعل مع محتوى وتركيب قاعدة البيانات. هذه القدرات تستخدم بواسطة نظام معالجة التساؤلات التفاعلي وأنظمة بناء الطلبات لكي تتمكن هذه الأنظمة من تحقيق طلبات المستخدم. أيضا نظام معالجة التساؤلات يمكن أن يتفاعل مع أنواع قياسية محددة من الطلبات لاستعراض البيانات أو المساعدة. هذه الطلبات تتم بواسطة لغات تساؤلات Query Language وتكون جزء من نظام مساندة القرار. عند استقبال تساؤل من نظام لغات، يقوم معالج التساؤلات بإنتاج سلسلة من الأوامر لنظام التحكم بقواعد البيانات لاستخراج القيم المطلوبة من قاعدة البيانات. أحياناً يفضل المستخدمون التعامل مع نظام معالجة بناء الطلبات، وذلك لأسباب منها أن رد الفعل في هذه الأنظمة أسرع والعرض المفصل للنتائج ووجود لغة طلبات أكثر تفاعل. إذن أحياناً يفضل المستخدمون التعامل مع نظم معالجة بناء الطلبات، وذلك لأسباب منها أن ردة الفعل في هذه الأنظمة أسرع والعرض المفصل للنتائج ووجود لغة طلبات أكثر تفاعلية. هذه المعالجات تسمى عادة بالبرامج التطبيقية Application Programs، لأنها في الحقيقة عبارة عن برامج تم تصميمها لتنفيذ احتياجات معينة للإدارة، تسويق، الإنتاج، المالية وتطبيقات أخرى داخل المؤسسة أو المنظمة. إذن عند استقبال تساؤل من نظام اللغات للأس، يقوم معالج التساؤلات بإنتاج سلسلة من الأوامر لنظام التحكم بقواعد البيانات لاستخراج القيم المطلوبة من قواعد البيانات أو من قاعدة البيانات. وأحيانا يفضل المستخدمون التعامل مع نظم معالجة بناء الطلبات، وذلك لأسباب منها أن رد الفعل لهذه الأنظمة أسرع والعرض المفصل للنتائج ووجود لغة طلبات أكثر تفاعلية مع صانع القرار. أيضا هذه المعالجات تسمى عادة بالبرامج التطبيقية Application Programs، لأنها في الحقيقة عبارة عن برامج تم تصميمها لتنفيذ احتياجات معينة للإدارة، التسويق، الإنتاج، المالية وتطبيقات أخرى داخل المؤسسة. في نظم مساندة القرار الموجه للنصوص، المعرفة الإجرائية يتم تفعيلها فقط من خلال عرضها للمستخدم وتعديلها حسب طلبه، وفي هذه الحالة يترك للمستخدم تنفيذ الإجراء من عدم يدوي. إذن في نظم مساندة القرار الموجه للنصوص، المعرفة الإجرائية يتم تفعيلها فقط من خلال عرضها للمستخدم وتعديلها حسب طلبه. في هاي الحالة يترك للمستخدم إما تنفيذ الإجراء أو عدمه بشكل يدوي. أما في حالة نظم مساندة القرار الموجه لقواعد البيانات فالأمر مختلف، حيث تكون المعرفة الإجرائية صعبة العرض في نظام المعرفة، ولكن تحتوي برامج التطبيقات التي تعتبر جزء من نظام معالجة المشكلات على أوامر لتحليل البيانات المستخرج من قواعد البيانات بالشكل اللي ممكن تساعد صانع القرار على اتخاذ القرار المناسب. أعيد، إذن في نظم مساندة القرار الموجه للنصوص، المعرفة الإجرائية يتم تفعيلها فقط من خلال عرضها للمستخدم وتعديلها حسب طلبه، وفي هذه الحالة يترك للمستخدم تنفيذ الإجراء من عدمه يدويا. أما في حالة نظم مساندة القرار الموجهة لقواعد البيانات فالأمر مختلف، حيث تكون المعرفة الإجرائية صعبة العرض في نظام المعرفة، ولكن تحتوي برامج التطبيقات
التي تعتبر جزء من نظام معالجة المشكلات الـ PPS على أوامر لتحليل البيانات المستخرجة من قواعد البيانات. أيضا باستخدام هذه الإجراءات يمكن لنظام معالجة المشكلات أن يقدم للمستخدم معرفة جديدة مثل توقعات المبيعات تم استنتاجها من محتويات نظام المعرفة اللي هي المعرفة المخزنة في نظام المعرفة من سجلات المبيعات السابقة. إذن باستخدام هذه الإجراءات يمكن لنظام معالجة المشكلات أن يقدم للمستخدم معرفة جديدة. مثال عليها توقعات المبيعات. طب كيف تم توقعها؟ توقعات المبيعات من خلال استنتاجها من محتويات نظام المعرفة اللي هي سجلات المبيعات السابقة المخزنة داخل نظام المعرفة. ولكن لكونها جزء من نظام معالجة المشكلات فإن المستخدم لا يمكن استعراض أو تعديل أو إنشاء هذه الإجراءات كما هو الحال في النظم الموجهة للنصوص. إذن باستخدام هذه الإجراءات يمكن لنظام معالجة المشكلات أن يقدم للمستخدم معرفة جديدة تم استنتاجها من محتويات نظام المعرفة. وأعطينا مثال اللي هو توقعات المبيعات بالاعتماد على سجلات المبيعات السابقة. لكن ولكونها جزء من نظام معالجة المشكلات فإن المستخدم لا يمكنه استعراض أو تعديل أو إنشاء هذه الإجراءات كما هو الحال في النصوص في النظم الموجهة للنصوص. أيضا باستخدام تقنيات الجداول لإدارة المعرفة يمكن للمستخدم إنشاء واستعراض وتعديل المعرفة الإجرائية الموجودة داخل نظام المعرفة. فمن هذا يمكن للمستخدم أن يطلب من نظام معالجة المشكلات أن يستخدم التعليمات والأوامر التي يحتويها الجداول، وهذا يعطي لمستخدمي نظام دعم القرار قدرة أكبر للتعامل مع المعرفة الإجرائية أكثر من حالات الأنظمة الموجهة للنصوص أو تلك الموجهة لقواعد البيانات. إذن الآن احنا بالحديث عن نظم مساندة القرار الموجه للجداول. باستخدام تقنيات الجداول لإدارة المعرفة يمكن للمستخدم إنشاء واستعراض وتعديل المعرفة الإجرائية الموجودة داخل نظام المعرفة. أكثر من هذا يمكن للمستخدم أن يطلب من نظام معالجة المشكلات أن يستخدم التعليمات والأوامر التي يحتويها، وهذا يعطي لمستخدمي نظام دعم القرار قدرة أكبر للتعامل مع المعرفة الإجرائية أكثر من حالات الأنظمة الموجهة للنصوص أو تلك الموجهة لقواعد البيانات. كما يمكن للأنظمة الموجهة للجداول أن تتعامل مع المعرفة الوصفية ولكنها ليست بكفاءة النظم الموجهة لقواعد البيانات في التعامل مع الكميات الكبيرة من المعرفة الوصفية، كما أنها ليست بكفاءة الأنظمة الموجهة للنصوص من حيث سرعتها في العرض ومعالجة البيانات في القطاع النصي. إذن يمكن للأنظمة الموجهة للجداول أن تتعامل مع المعرفة الوصفية ولكنها ليست بكفاءة الأنظمة الموجهة لقواعد البيانات في التعامل مع الكميات الكبيرة من المعرفة الوصفية، كما أنها ليست بكفاءة الأنظمة الموجهة للنصوص من حيث سرعتها في العرض ومجالات ومعالجة البيانات في القطاع النصي. أيضا نظم مساندة القرار الموجه للجداول واسعة الانتشار في الوقت الراهن خصوصا في دراسة تأثير السيناريوهات المختلفة. وهنا نظام المعرفة في هذه الأنظمة يتكون من ملفات جداول إلكترونية حيث يحوي كل ملف جدول إلكتروني وكل جدول مكون من شبكة من الخلايا كل منها لها اسم وحيد يعتمد على موقعها في الشبكة يميزها عن باقي الخلايا. ومثال جدول إكسل نشوف أنه عندنا مجموعة خلايا وكل خلية لها اسم معين. إذن نظام مساندة القرار الموجهة للجداول واسعة الانتشار في الوقت الراهن خصوصا في دراسة تأثير السيناريوهات المختلفة. وهنا نظام المعرفة في هذه الأنظمة يتكون من ملفات جداول إلكترونية حيث يحوي كل ملف جدول إلكتروني وكل جدول مكون من شبكة من الخلايا
كل منها لها اسم وحيد يعتمد على موقعها في الشبكة يميزها عن باقي الخلايا. إذن خلينا نستعرض بشكل سريع ما تم الحديث عنه في محاضرة اليوم. أول شيء تذكرنا ما تم استعراضه في المحاضرة الثامنة عن المعرفة الإجرائية، المعرفة الوصفية، المعرفة المسببة، وتم الحديث عن المواضيع التي تم التطرق لها في المحاضرة السابقة، وهي أنواع القرارات والتركيب العام لنظم مساندة القرار وأدوات تطوير نظم مساندة القرار. حكينا إنه عن أنواع القرارات عندما تكون المكونات اللازمة لاتخاذ القرار واضحة ومفهومة تماما يطلق على هذا القرار بالقرار المنظم. إذن القرار المنظم هو عندما تكون المكونات اللازمة لاتخاذ القرار واضحة ومفهومة تماما. في هذه الحالة تكون الخيارات المتاحة واضحة ويمكن تنفيذها في حدود الإمكانيات المتاحة للمنظم، أي أن المعرفة المطلوبة لاتخاذ القرار في هذه الحالة تكون مباشرة وجاهزة للاستخدام. طيب ليش القرار غير منظم؟ القرار الغير منظم هو عندما تكون المكونات المطلوبة لاتخاذ القرار غير واضحة المعاني، وإن إنه في كثير من الأحيان تكون بعض الخصائص غير معروفة بالمرة لمتخذ القرار. أيضا حكينا إنه الخيارات المتاحة لاتخاذ القرار في هذه الحالة تكون غير محددة وصعبة المقارنة والتمثيل بإمكانات وأهداف المنظمة. وعطينا مثال على القرار المنظم والقرار غير المنظم وشبه المنظم أيضا، وحكينا عن إشي مهم جدا وهو التركيب العام لنظم مساندة القرار، وقلنا بشكل عام يمكن توصيف مكونات نظم مساندة القرار إلى 4 مكونات رئيسية: نظام اللغات الانوت سيستم وبالرمز له بالرمز LS، ونظام العرض Presentation سيستم وبالرمز له بالرمز ES، ونظام المعرفة Analysis System وبالرمز له بالرمز KS، ونظام معالجة المشكلات Problem Processing System وبالرمز له بالرمز PPS. وحكينا إن المكونات الثلاثة الأولى هي عبارة عن أنظمة عرض اللي هي نظام اللغات ونظام العرض ونظام المعرفة، وقلنا إنه نظام اللغات يحتوي على الرسائل التي يمكن أن يستقبلها نظام مساندة القرار، ونظام العرض يحتوي على الرسائل التي يمكن أن يرسلها النظام، ونظام المعرفة يحتوي على المعرفة التي يخزنها ويرسلها النظام. وحكينا إنه المكونات الثلاثة الأولى اللي هي نظام اللغات ونظام العرض ونظام المعرفة، المكونات هذه الثلاث مفردها لا يمكنها أن تفعل شيء حقيقة، حيث أنها فقط تعرض معرفة سواء على صورة رسائل مقبولة أو رسائل مرسلة أو على صورة معرفة مجمعة بشكل ما. إذن المكونات الثلاث بالتركيب العام لنظم مساندة القرار هي عبارة عن أنظمة عرض، نظم اللغات تحتوي الرسائل التي يمكن أن يستقبلها نظام مساندة القرار، نظام العرض PS يحتوي الرسائل التي يمكن أن يرسلها النظام، ونظام المعرفة KS يحتوي المعرفة التي يخزنها ويكتسبها النظام. حكينا أيضا ما تحتويه المكونات الثلاث الأولى يتم استخدامه بواسطة نظام معالجة المشكلات، وقلنا أنه هو عبارة عن المحور الرئيسي للتركيب العام لنظم مساندة القرار. إذن الـ PPS نظام معالجة المشكلات هو المحور أو المحور الرئيسي في التركيب العام لنظم مساندة القرار، والذي يعتبر مكون نشط في نظام دعم القرار. أيضا نظام الـ PPS يساعد على تحديد وحل المشكلات أثناء عملية اتخاذ القرار بالاعتماد على الأنظمة أو المكونات الثلاثة الأولى اللي حكينا عنها، هي نظام اللغات ونظام العرض ونظام المعرفة. استعرضنا الشكل العام للديزاين سبورت سيستم، وقلنا انه هاي الرسمه مش مطلوبه للحفظ وبشرح، مش مطلوبه للرسم، بس المطلوب من الجميع انه يفهم انه الشكل العام او الجنرال فريم ورك للديزاين سبورت سيستم مكون من 4 مكونات: ال LS وال PS وال PPS وال KS. وقلنا المكونات الثلاثه هي انظمه عرض بيعتمد عليها اللي هو PPS في المساعده في اتخاذ القرار. أيضا
أيضا حكينا أنه البي بي أس بيمتلك قدرات، هذه القدرات بتساعده على اكتساب المعرفة المطلوبة عن ما يحتاجه المستخدم من النظام أو عن ما يدور في العالم الخارجي، وأن أيضا هذه المعرفة تنقل من خلال رسائل نظام اللغات اللي هو الـ LS والتي تحمل طلبات المستخدم أو ملاحظات النظام، وأن أيضا أنه نظام معالجة المشكلات يستخدم محتويات نظام المعرفة في تجميع المعرفة، لأنه نظام المعرفة هو بمثابة الداتابيز لنظم مساندة القرار. إذن حكينا أنه نظام معالجة المشكلات يقوم باستخدام محتويات نظام المعرفة KS في تجميع المعرفة، هذا التجميع للمعرفة يدفع نظام معالجة المشكلات PPS لكي يقوم بتفعيل قدراته عندما يرسل طلب من المستخدم لحل مشكلة ما، يتم تفعيل عملية اختيار وتوزيع المعرفة حسب المشكلة المعطى. أيضا حكينا أنه يقوم نظام معالجة المشكلات PPS باستدعاء أو استنتاج المعرفة المطلوبة لتكوين الحل بناء على طلب المستخدم، يكون القرار باستخدام المعرفة المتواجدة بالفعل في نظام المعرفة KS أو إنتاج معرفة جزئية جديدة يتم تخزينها أيضا في نظام المعرفة KS. حكينا أن التركيب البسيط السابق يمكن تطبيقه على كل نظم مساندة القرار، وأيضا لبناء نظام مساندة القرار يجب أن يعرف المستخدم عن الطلبات التي يجب أن تتوفر في نظام اللغات LS وردود الأفعال ممكن تواجدها في نظام العرض والمعرفة المتوفرة في نظام المعرفة وقدرات تفعيل المعرفة المتواجدة في نظام معالجة المشكلات اللي هو PPS. حكينا أيضا عن أدوات تطوير نظم مساندة القرار، وحكينا أنه هاي الأدوات أساسية في بناء نظم مساندة القرار ومساعدة نظم مساندة القرار على تلبية احتياجات البيئة الخارجية من خلال مساعدة صانع القرار على اتخاذ أو اختيار البديل المناسب من بين البدائل المطروحة كحلول. أيضا الأدوات التي يتم اختيارها لعملية التطوير والبناء لنظام مساندة القرار تؤثر بقوة في الإمكانات التي يمكن أن يقدمها نظام مساندة القرار للمستخدم. وحكينا كل أداة يمكن استخدامها في تقنية أكثر لإدارة المعرفة، وعطينا مثال مثلا النصوص والجداول وقواعد البيانات، وحكينا أنه من ناحية أخرى يمكن لتقنية إدارة المعرفة أن تفعل باستخدام عدة أدوات، وبناء على هذا الشيء يمكن تقسيم أدوات التطوير حسب التقنيات التي تفعلها. حكينا أنه أداة الجداول تفعل تقنية الجداول في إدارة المعرفة، أداة قواعد البيانات قد تفعل تقنية قواعد البيانات في إدارة المعرفة واحد. أيضا حكينا أن هناك مشكلة هامة يقابلها متخذ القرار هي عامل الزمن. على الرغم من امتلاك متخذ القرار مصادر متميزة وإمكانيات هائلة، إلا أنه يمكن أن يكون تحت ضغط عامل الزمن مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة أو غير منطقية أحيانا، ولأن الحواسيب يمكنها أن التعامل مع المعرفة أيا كان حجمها بسرعة ودقة، كان لنظام دعم القرار أهمية. أيضا تكلمنا في هذه المحاضرة عن تصنيف نظم مساندة القرار، وقلنا أن يمكن تصنيف نظم مساندة القرار بأشكال مختلفة، حيث أن التصنيف يمكن أن يتم بناء على استراتيجيات إدارة المعرفة اللي هي نالج منجمنت تكنيك المستخدم. وحكينا كثيرا ما يتم التركيز على استراتيجية واحدة، ولكن أحيانا يتم الدمج بين عدة استراتيجيات أو عدة تقنيات. وقلنا أنه يمكن تصنيف نظم مساندة القرار أولا بناء على اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي من عدمه، كما يمكن تصنيفها أيضا بناء على عدد المشاركين في القرار سواء كان مشارك واحد أو عدة مشاركين. إذا يمكن تصنيف نظم مساندة القرار أولا بناء على استراتيجيات إدارة المعرفة المستخدمة، ثانيا بناء على اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي من عدمه، ثالثا بناء على عدد المشاركين في القرار سواء كان مشارك واحد أو عدة مشاركين. أيضا حكينا أحد طرق التعامل مع قدرات نظام المعرفة PPS ونظام حل المشكلات PPS تكون من خلال استراتيجيات إدارة المعرفة المستخدمة، وقلنا هنا تظهر حالات خاصة من تركيب نظم دعم القرار العام الذي أشرنا له سابقا.
حكينا عن التصنيف المعتمد على تكنولوجيا إدارة المعرفة، حكينا أنه عندنا 5 من التصانيف المعتمدة على تكنولوجيا إدارة المعرفة. أولاً عندنا نظم مساندة القرار الموجه للنصوص، عندنا نظم مساندة القرار الموجه لقواعد البيانات، عندنا نظم مساندة القرار الموجه للجداول، وعندنا نظم مساندة القرار الموجه لحل المشكلات، وعندنا نظم مساندة القرار الموجه للقوانين. إذن عندنا 5 أنواع من التصانيف المعتمدة على تكنولوجيا إدارة المعرفة. أولاً نظم مساندة القرار الموجه للنصوص، نظم مساندة القرار الموجه لقواعد البيانات، نظم مساندة القرار الموجه للجداول، ونظم مساندة القرار الموجه لحل المشكلات، ونظم مساندة القرار الموجه للقوانين. وحكينا بالنسبة لنظم مساندة القرار الموجه للنصوص إنه لعقود طويلة اعتمد متخذو القرار على محتويات الكتب والموسوعات ومخازن النصوص كمادة خام للمعرفة اللي بتساعد في اتخاذ القرار، حيث أن المعرفة داخل النص قد تكون وصفية كوصف مجموعة من الخيارات المتاحة لقرار مشابه في الماضي أو وصف نشاطات الأعمال لمنظمة ما. كما يمكن للمعرفة أن تكون إجرائية كنص يحتوي كيفية حساب توقعات الطقس أو كيفية استخلاص معرفة مطلوبة، كما يمكن أن يحتوي النص على معرفة مسببة مثل تحديد الأفكار الغير مرغوبة. أيضا حكينا أنه مع بداية الثمانينات من القرن الماضي استخدم إدارة النصوص بشكل أساسي لعرض ومعالجة النصوص، على الرغم أن استخدام الأساس كان في الأعمال المكتبية إلا أنها يمكن أن تستخدم بواسطة متخذي القرار. وحكينا أنه في نظم مساندة القرار الموجه للنصوص نظام المعرفة الكأس يحتوي على نصوص ذات أهمية لصانع القرار. أيضا نظام معالجة المشكلات الDBS يحتوي على برمجيات تقوم بالتفاعل مع النصوص المخزنة، كما يمكن أن يحتوي على برمجيات تساعد المستخدم لإنشاء طلبات محددة. أيضا حكينا أن نظام اللغات يحتوي على طلبات العمليات المتاحة، كما يمكن أن تحتوي على طلبات تساعد المستخدم على طلب المساعدة فيما يخص كيفية تشغيل نظم مساندة القرار. وحكينا أن الDBS يحتوي على صور للنصوص المخزنة بالإضافة لرسائل تساعد متخذ القرار على استخدام نظام مساندة القرار. أيضا تكلمنا من خلال نظم مساندة القرار الموجه للنصوص أنه إذا تم بناء نظام مساندة القرار باستخدام استراتيجية تدعم النصوص التشعيبية، فإن كل جزء من المعرفة الموجودة داخل الكأس اللي هي النالج سيستم يتم ربطها للأجزاء ببعضها البعض بشكل منتظم وبشكل منطقي، وفي هذه الحالة تستخدم خصائص إضافية في نظام معالجة المشكلات الDBS تسمح للمستخدم أن يتتبع الروابط. وأثناء عملية تتبع الروابط يقوم نظام معالجة المشكلات الDBS بنقل التحكم من الرابط إلى الرابط التالي، ويستمر التتبع حتى الوصول للجزء المطلوب. حكينا أيضا ما يميز اللي هو هذا الأسلوب اللي هو التعامل مع النصوص التشعيبية أنه يساعد المستخدم على تتبع الكثير من الروابط وأجزاء النصوص التي من الصعب على المستخدم أن يتتبعها أو يتذكرها دون وجود نظام مساندة القرار. أيضا حكينا عن مساندة القرار الموجه لقواعد البيانات، وقلنا هي تلك النظم التي تعتمد على قواعد البيانات الداتابيس في إدارة المعرفة. حكينا أنه هذا النوع من النظم تساعد متخذي القرار على تتبع المعرفة بدقة واستدعائها. حكينا أنه بشكل عام تكون المعرفة في هذا النوع من الأنظمة اللي هي نظم مساندة القرار الموجه لقواعد البيانات غالبا من النوع الوصفي، وعادي ما تكون بكميات كبيرة من البيانات. أيضا تكلمنا عن شيء مهم جدا وهو أن الPPS يحتوي على 3 أنواع من البرمجيات. أولا نظام تحكم بقاعدة البيانات، ثانيا نظام معالجة التساؤلات التفاعلي، ثالثا أنظمة خاصة لمعالجة البناء والطلبات. وقلنا أنه واحد من نظام معالجة التساؤلات التفاعلي أو نظام خاصة أنظمة خاصة لمعالجة البناء والطلبات قلنا بنقدر نستغني عن واحد من هذول الاثنين، لكن ما بقدر استغني عن كلاهما. إذن يحتوي الPPS على 3 أنواع من البرمجيات. أولا
نظام تحكم بقواعد البيانات، Database Control System، نظام معالجات تساؤلات تفاعلي هو Interactive Query System، وأنظمة خاصة لمعالجة بناء الطلبات. أيضا حكينا عن نظام التحكم في قواعد البيانات، وقلنا أنه يحتوي على قدرات للتفاعل مع محتوى ترتيب قاعدة البيانات باختلاف أنواعها. هذه القدرات تستخدم بواسطة نظام معالجة التساؤلات التفاعلي وأنظمة بناء الطلبات لكي تتمكن هذه الأنظمة من تحقيق طلبات المستخدم. أيضا نظام معالجة التساؤلات يمكن أن يتفاعل مع أنواع قياسية محددة من الطلبات في استعراض البيانات أو المساعدة، وهذه الطلبات تتم بواسطة لغات تساؤلات Query Language وتكون جزء من نظام مساندة القرار. أيضا حكينا عن نظم مساندة القرار الموجهة للجداول، وقلنا أنه في نظم مساندة القرار الموجهة للنصوص المعرفة الإجرائية يتم تفعيلها فقط من خلال عرضها للمستخدم وتعديلها حسب طلب، وفي هذه الحالة يترك للمستخدم تنفيذ الإجراء من عدمه يدويا. أما في حال نظم مساندة القرار الموجهة لقواعد البيانات فالأمر مختلف، حيث تكون المعرفة الإجرائية صعبة العرض لنظام المعرفة، ولكن تحتوي برامج التطبيقات التي تعتبر جزء من نظام معالجة المشكلة على أوامر لتحليل البيانات المستخرجة من قواعد البيانات. حكينا أن نظام المعرفة في هذه الأنظمة اللي هي في نظم مساندة القرار الموجه للجداول يتكون من ملفات جداول إلكترونية، حيث يحوي كل ملف جدول إلكتروني، كل جدول مكون من شبكة من الخلايا، كل منها لها اسم وحيد يعتمد على موقعها في الشبكة يميزها عن باقي الخلايا. وبهيك نكون خلصنا المحاضرة 11. بتمنى للجميع التوفيق وشكرا جزيلا.